شوفوا معايا تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الصحفية الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على لسان الصحفي بجريدة القدس علي سمودي اللي كان معاها قبل ما تتقتل واللي أخذ طلقة في ظهره من نفس الرصاص اللي اتقتلت به الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة. قال الصحفي علي سمودي إن هو 7 من الزملاء الصحفيين التانيين كانوا موجودين مع الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في محيط مجمع مدارس وكالة الغوث اللي قريب من مخيم مدينة جنين الفلسطينية علشان يغطوا أحداث الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين الفلسطينية، وكانوا كلهم لابسين الخوذ والستر اللي بتميز الصحفيين عن الناس التانيين. وفجأة جنود الاحتلال الإسرائيلي ضربوا رصاص على الصحفيين، فالطلقة الأولى ما جاتش في حد، والطلقة الثانية جت في ظهر الصحفي علي سمودي اللي بيحكي القصة، والطلقة الثالثة جت في دماغ الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة، فاتنقلت بعدها لمستشفى ابن سينا في مدينة جنين الفلسطينية، وهناك ما فضلتش كتير واستشهدت. استشهدت بعد 35 سنة نقلت فيها الحقيقة ودفعت فيها عن القضية الفلسطينية بروحها. استشهدت بعد ما سمعت صوت فلسطين المضطهدة للعالم كله. فمين هي الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة؟ هي شيرين نصري أنطون أبو عقلة، اتولد سنة 1971 في مدينة القدس، درست في بداية حياتها الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، لكن هي كانت حابة المجال الصحفي لأنه هيخليها أقرب للناس، فراحت درست الصحافة المكتوبة بعد كده في جامعة اليرموك في الأردن، وبعدين رجعت لبلدها مدينة القدس واشتغلت في عدة مواقع إخبارية كصحفية لحد سنة 1997، راحت اشتغلت مراسلة إخبارية في قناة الجزيرة، وهناك تخصصت في تغطية أحداث الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وفضلت كده لحد اليوم اللي استشهدت فيه 11 مايو 2022. وخلال الفترة دي غطت الصحفية شيرين أبو عقلة الانتفاضة الفلسطينية اللي كانت سنة 2000، وغطت هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين الفلسطينية اللي كان سنة 2002 واللي اتقتلت برضه وهي بتغطيه سنة 2022، غطت كل الغارات والهجمات بتاعة إسرائيل على فلسطين، وكانت أول صحفية عربية تعمل لقاءات مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجن عسقلان، فطريق الحريات مليان بالتضحيات، والقدس كانت ولا زالت وستظل عربية.